وصلنا لفقرتنا، خلينا نقول التطوعية الإنسانية الخيرية. صحيح رشا، وهي الفقرة دائما ملازمتنا بصباحنا، غير من انطلاقة البرنامج كثير من الفرق التطوعية اللي شفناها ونشطت، وخصوصا مع بداية الحرب على سوريا تنوعت المجالات اللي بتشتغل ضمنها، أغلبها أو كلها هي غير ربحية، كانت عم تقدم نشاطات طبعاً تنموية خيرية. أكيد نيرمين، يمكن الأزمة ولدت هذا الإحساس، الأزمة اللي نحن هيك بشكل مفاجئ صارت بحياتنا، بس ولكن أثبتت، ورغم أنه أزمة وحرب ومشاكل كتير كبيرة، أثبتت اليوم ارتباط الشباب السوري بأرضه وبهويته وبإحساسه بالطرف الآخر. صحيح رشا، اليوم رح نتعرف على وحدة من هالجمعيات، مؤسسة جيلنا، وأكيد بيسعدنا نرحب برئيس مجلس الأمناء الأستاذ نجيب حاج بكري. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير. دائما لازم نقول نحن المؤسسات اليوم جيلنا هي غير ربحية. خلينا نعرف أكثر بهي المؤسسة، خلينا نحكي عن قبل ما نروح عن النشاطات، شو هي المؤسسة وبشو بتعنى؟ صباح الخير. يسعد صباحك. نحن اليوم بيصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، وسبق وكان اليوم العالمي للشباب. طبعا نحن بنقول كل عام بخير لكل الشباب المتطوعين. طبعا الشباب هن اللي هن رافعة هي البلد، سواء وتتحدث نحن عن التطوع، فنحن بنقول رجال الجيش العربي السوري اللي هن صاموا عن الحياة ليفطروا على الشهادة. نحن عم نتحدث عن شباب اليوم، شباب الجامعي اللي هن اليوم في كل مكان في على امتداد سوريا، اللي كان بمدرسته، اللي كان طبيب، ولا كان اليوم عم يشتغل بالعمل الأهلي. نحن عم نواجه حرب أثبت الشباب فيها هو انتماء لهي البلد، وبنتمنى إن شاء الله هو نحن نقدم شيء القليل لحتى يعني واجبنا اليوم، واجب لهدول الشباب اللي فعلا قدموا على مستوى الدماء والجهد وكل شيء، فكانوا مثال للعطاء. حتى في تجربة قبل ما أدخل عن حديث عن مؤسسة جيلنا، نحن بتجربة من أكثر الدول اللي هي تعنى بالأعمال التطوعية هي اليابان. ما أنك حكيتي أنت على الأزمة، اليابان هي من أكثر الدول اللي هي بتسخر الشباب وبتعزز مسؤوليتهم دائما المجتمعية. سوريا نحن اليوم بعدد المتطوعين الحمد لله صرنا بننافس الدول العظمى، وهذا دليل شو؟ دليل إنه نحن شبابنا شباب منتمي، شباب بحب هاي البلد، ونحن دورنا إن شاء الله إنه نحن نقدم له الشيء اليسير كما حكينا. طبعا مؤسسة جيلنا نحن هي مؤسسة أهلية غير ربحية، مشهرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، تأسست بدمشق ويشمل نشاطها كامل أراضي الجمهورية العربية السورية. طبعاً نحن في عنا تصنيف، هو تصنيف التنمية والإسكان، وتصنيف اللي هو الأعمال الخيرية. طبعاً نحن بدأنا بسنة 2012 باسم فريق سوريانا التطوعي، منظمة سوريانا هي منظمة مجتمعية. منسمى نحن ب 2017 اشتغلنا على مشروع جيلنا الإنمائي، لأنه بداية سوريانا نحن كنا عم نتحدث على سلوغن أطلقناه يلي هو إرادة تضحية بناء. طبعا نحن حسب المراحل اللي كنا عم نمر فيها اللي هي مراحل الحرب، فاذا اردت شيء فعليك ان تضحي من اجله، من اجل بناء الانسان والاوطان. نحن الحمد لله قدمنا من التضحيات، والحمد لله بدات شفتي اخر فتره انه صار في تقدم، صار في صحيح يعني وصلنا لمرحله البناء اللي كنا هلا عم نحكي قبل الهواء، انه نحن ليش بال 2017 الحمد لله بال 2017 تنفسنا الصعداء. ونحن خلينا هيك نركز على هي الفكره، الاسكان اليوم بنشوف كثير جمعيات ومؤسسات نشاطها صار شوي متشابه، ولكن يوم انتم يمكن اكثر الاشخاص او اول اشخاص يمكن بيطلعوا معنا مختصين بموضوع الاسكان، فشو راح تكون نشاطاتكم تحت هذا العنوان؟ كلمه التنميه والاسكان هو عباره عن تصنيف اي مؤسسه او اي جمعيه اليوم تشهر في وزارة الشؤون الاجتماعية، فبيكون لها تصنيف. هلا فيها ناس مثلا تختص بالثقافة، في ناس تختص مثلا بالطفولة إلى آخره. هلا موضوع التنمية والإسكان، أول شيء إنه نحن اليوم عمليا البلد بحاجة اليوم لواحد يلي هي مرحلة التدريب والتأهيل وبناء القدرات، مساحات الخضراء، بحاجة إنك اليوم أنت اليوم متأهلي كادر وتساهمي ببناء اليوم مو بس الأوطان، يعني أنت اليوم مؤسسة ناشئة اليوم بتقومي بتدريب كوادر او باقامه مشاريع صغيره تنمويه، انت اليوم بتساعد على تمام. انا هلا ذكرت لك اليابان، اليوم اليابان والولايات المتحده الامريكيه والصين هن كلهم بيعتمدوا على المشاريع الصغيره.
تمام بالاقتصاد، فهي هذا دور المجتمع اساسي الاقتصاد باي بلد عم تكون. حاجه ماسيه كثير ضمن الظروف اللي عم نعيشها موضوع المشاريع المتوسطه والصغيره. يعني قبل ما نكفي باقي حديثنا، انتم موجودين حاليا بحديقه السبكي، نحن حناخذ كليب نشوف اليوم شو عم تشتغل بحديقه السبكي وليش اليوم التركيز عم بيكون على الاطفال. ناخذ كليب نشوف اليوم مؤسسه جيلنا كيف عم تشرف على اطفال ضمن الحديقه. كنا عم نشوف كليب عن نشاطاتكم ضمن حديقة السبكي. اليوم لكم فترة أنتم عم تدربوا أطفال، كان زومبان كان حساب ذهني وغيرها. اليوم خبرنا عن هي النشاطات، الهدف منها وليش اليوم التركيز على الأطفال؟ طبعاً اليوم أول الخطوة لازم نحن نبلش فيها طبعاً الأطفال، أنه أنت اليوم بمرحلة كنا عم نتحدث عن مرحلة البناء، والمؤسسات الأهلية اليوم واجبة أنه هي أولاً بناء الإنسان. فأنت اليوم بناء الإنسان بدك تحاولي تمشي بالتوازن. شريحة الأطفال، يعني اليوم الأطفال اللي كانت في بداية الحرب، اللي كان بمرحلة الصف السادس السابع، اليوم صارت عم تخدم بالجيش أو صارت طلاب جامعة. فأنت اليوم عمليا بدك تحاولي مباشرة تعملي الدمج بين هدول الفئتين، لأنه اليوم عمليا فعلا إذا بتعملي دراسة في عنا اليوم عدة بيئات اليوم بالمجتمع، بالإضافة إن اليوم في عنا فرق ما بين الريف والمدينة حتى بالخدمات. فنحن عم نحاول اليوم، في عنا أطفال مثلاً من عدة فئات عم نحاول ندمجهم بهذا المكان. دور المجتمع الأهلي هو دورنا هو ليس بناء الجيل بشكل مباشر بقدر ما هو استرداده. اليوم شئنا أم أبينا خلينا نكون واضحين، اليوم دخلت أفكار كتير غريبة على هي البلد، تمام؟ بسبب الأزمة أكيد. تمام، بسبب الأزمة. فأنت دور المجتمع الأهلي اليوم عملياً نحن نوصل لهدول الشريحة من الأطفال ونقوم بدمجهم. اليوم إذا بنلعب مباراة كرة قدم اليوم، فانت اليوم بدك تجيبي فريقين مثلا من حارتين متخاصمتين، خلينا يربحوا بعضهم. فنحن اليوم عمليا العمل على الاطفال هو العمل هو على بناء هذا الجيل، فهذا الحكي بده يكون كلام مدروس. ونحن بلشنا بهي النقطه وان شاء الله عم نركز على الموضوع الترفيهي. كثير الحاله اليوم كثير حلوه، كهرباء متوفرة. حلوه انك اليوم عم ترجع اطفال لعمرهم تبعدهم عن ظروف الحرب، تبعدهم عن الالعاب اللي صرنا نشوفها عم يلعبوها اخر فتره. وخاصه يعني وخاصه اليوم قلت لك الظروف اليوم، انه انت اليوم الكهرباء غير متوفره، اليوم الحاله المعيشيه شوي صعبه عند الناس. فانت اليوم عمليا دورك انت كمجتمع اهلي انك انت اليوم تحاولي تخلقي مساحه صديقه للاطفال. هي المساحه اليوم بتقدري من خلالها بتقدمي لهم خدمه ترفيهيه اضافه للعب، اضافه انه انت عمليه التدريب. ويعني قديش حلو اليوم لما الاطفال يرجعوا لما يروحوا على الحدائق عم شوف ما يكونوا تمام، ما يكونوا قاعدين بس مثلا جابوا شيبس او شيء ياكلوا، او حتى في منهم بيروحوا للاذى للاسف، يعني عم تتفرغ طاقتهم بالمكان الصح بالجو الصح، وقديش انه يكون حدا موجود يعني يوجه لهم هذا النشاط. بدنا نرجع للبدايات معكم، انتم موجودين من عام 2012 تغير شوي نشاطكم وتسميتكم ايضا خلال هاي الفتره. خلينا هيك نرجع هيك بلمحه سريعه اليوم من التاسيس للنشاطات اللي قدمتوها خلال هاي السنوات الماضيه. نحن من مرحله التاسيس اول شيء طبعا انت ما فينك تشتغلي اي عمل الا بده يكون حسب الظروف اللي انت كنت عم بتعيشي فيها، تمام؟ فالمرحله الاولى طبعا اول ما كانت بدانا بفعاليات، اول مرحله كانت في فعاليات تبرع بالدم،
يلي كانت فعلا بحاجه نحن بنوقد دم لانها سواء كانت من القذائف وكذا. فنحن اخترنا العنوان كان قطره من دمك تحصن بلدك. انا بتذكر فعاليه قمنا فيها باللاذقيه مره، فنحن وصلنا لمرحله كان عندنا 6 باصات نقل داخلي، فوقت اللي نزلنا انا هلا ما بنساها فعلا. قلت لك يعني انت اليوم بدك تحاولي انك انت تقراي المشهد جيدا. كان كثير مثلا نحن بحاجه للدم، فكانوا فعلا شباب كانت يعني عم تقدم لنا العطاء. نحن انتقلنا لمرحله ثانيه، صرنا نشتغل مرحله التاهيل والتدريب، كثير اشتغلنا على ورشات تنمويه. انتقلنا لمراحل العمل الخيري. هلا هون ببلش بقى الازمه او الظروف الاقتصاديه، بدك انت تكوني العمل الاهلي صدقيني ما هو عمل عشوائي. للاسف الفرق التطوعيه نحن عندنا اليوم مشكله فيها انه هن ما عندهم اليه مثلا انه خطط استراتيجيه، ما بيعرفوا بدرسوا مثلا الواقع صح. هلا هن قلت لك مشكورين، لكن انت طريقه انك انت تجي شخص اللي يكون هو عم بيقود، او لازم حدا يكون على بوجههم يكون على بوجههم صح. التوجه لازم يكون توجه سليم وبالوقت السليم. فانت اليوم عمليا دخلنا بالمرحله كنا عم نحكي على الحرب الاقتصاديه العسكريه، انتقلنا للحرب الاقتصاديه. لازم انت دورك اقل شيء انك انت ترجعي تعيدي هي العادات القديمه اللي كانت هي فعلا انه هو موروث قديم حاولنا نحن نجدده. فنحن اشتغلنا مطبخ اهل الخير، اشتغلنا على السلع الغذائيه، اشتغلنا على شيء له علاقه بهلو فود يلي هو تدريب وتاهيل طلاب كليه البيطره والزراعه. احنا اليوم صار في كثير عنا شغلات، وان شاء الله هلا قريبا جدا احنا في عنا تقنيه جديده مشان الزراعه، لانه اليوم البلد بحاجه للزراعه وللصناعه. دربنا كثير مشاريع وقدرنا نوصل شباب يعملوا مشاريعهم الصغيره بشكل هيك سريع عشان نحن نكسب الوقت. اليوم نشاطات كثير وسنوات فيها تفاصيل كثير كبيره تشكر. يعني نحن كنا معكم بافطار صائم وكانت حمله كثير مميزه لكم. مطبخ اهل الخير طبخنا رز بزاليا رز فول. طيب اليوم في تشاركي بينكم وبين باقي المؤسسات والجمعيات، يعني عم يكون في اليوم ربط بين احدى الجمعيات او المؤسسات ان كان باي مشروع باي فعاليه، وكيف علاقتكم في هاي الغيره الايجابيه؟ هلا هو دائما نحن حتى بنقول بالقران الكريم بيقول فليتنافس المتنافسون. جميل صحيح. جدا، بس بالاخر نحن كلنا يعني لازم نغار من بعضنا لنقدم الكواليتي الاعلى. يعني هلا نحن مثلا بمطبخ رمضان نحن يمكن زرتينا وشفتينا، يعني بالاخر يعني اي شيء انا بدي اشتغله احسبه انه انا اللي عم باكله. صحيح. انا اي خدمه يعني احترام الناس هو شيء كثير مقدس لازم يكون عندنا بالبلد. يعني مثل ما بنقول يعني الله لا يوقع حدا، اذا دارت الدنيا ممكن كون انا بداله. حتى كنتوا بوقت عم تشتغلوا بظروف جويه كثير سيئه، يعني انت جيتينا بذكر رشا جيت لقيت الدنيا عم بتطير، ما في خيمه وما في شيء. يعني جيتينا كان في عاصفه غباريه بس زبطناها الحمد لله، وطار كل شيء. يعني نحن طول الليل بذكر انهارها، يعني كانت عم بتطير الخيمه ونحن ماسكين العواميد لانه بحديد السبكي كثير الهواء. الحمد لله يعني شوفي هلا هي هاي المواقف بكل فعاليه هن الذكرى الحلوه اذا بنقول بعد ما يمضوا طبعا بفتره. فهذا فانا بالنسبه مشان ما اطلع على الموضوع، بالنسبه للعلاقات مع الجمعيات مؤسسات دائما هي العلاقات جيده وكثير بيشاركونا كثير من الفرق. ونحن بنحاول يعني انه باكثر مثلا من يعني شوفي العمل هو بيحتاج للتشاركيه تمام، لكن هي موجوده هاي القصه انه كل واحد الايجابيه ايه طبعا. هلا طالما هي ايجابيه نحن معكم فيها، يعني طبيعي هي بالنهايه للاعمار. اليوم المجتمع الأهلي هو الجسر ما بين الحكومة والشعب بزمن الأزمات، هذا تعريفه. اليوم أي دولة بأي حرب تتجه اليوم لرغيف الخبز وللجيش والقوات المسلحة لا تحمي الوطن. نحن لازم نعرف دورنا، نحن مالنا دولة، نحن دورنا اليوم مجتمع أهلي. نحن دورنا اليوم نجسر الهوة، أنه اليوم عمليا نحن فينا المجتمع المحلي. وهلا شفتي انتخابات مجالس محلية ودائما الدولة هي بتعرف، لأنه احنا المجتمع طيب. المحلي هو بيستهدف وبيوصل للناس بشكل مباشر أكثر. تمام، خلينا هيك بالختام ولو سريعا نحكي عن الدعم اللي بتحتاجوه كجمعيات ومؤسسات كان إعلاميا وماديا. تماما. هلا الطبيعي اليوم شوفي تغيرت الظروف كثير. يعني هلا نحن مثلا في عندنا مشروع حكينا هلا عن المساحة الصديقة للطفل، نحن هلا قريبا إن شاء الله عم نجهز لمساحة صديقة للشباب. مشكورة وزارة الثقافة يعني ساعدتنا انه بالتنسيق تمام. فنحن رح نعمل شيء كمان ترفيهي للشباب بحديقة السبكي ان شاء الله، رح نشتغل شيء على شطرنج على زجل على حفلات كمان خلي هالعالم شوي هيك ترفع عن نفسها. عم نفكر نعمل كافيه شبابي صغير تمام، بس يكون كافيه خيري. هذا الكافيه انه نحن يعني نخلق فرص صغيره مشاريع صغيره مثل هدول بيبيعوا قهوه وشاي وكذا بطريقه منظمه. اليوم نعرض افلام سينمائيه،
يعني على مستوى اليوم طاولات نحن بدنا نشتريها. امبارح انا سالت عليهم نفس الطاولات اللي نحن جبناهم برمضان، الطاوله اللي كانت ب 40,000 انا امبارح يعني 150,000 ليره. الارقام انا اذا بدي اعمل مشروع صغير اليوم بس بدي احط طاولات واعرض شاشه انا بكلفني 150 مليون. فاليوم عمليا طبيعي بدنا دعم. بس صدقيني لك شيء، يعني اختيار المكان والزمان، انا اخترت حديقه السبكي، وانا مره وقت زارتنا استاذي رشا حكينا يعني ما في شيء مخبى. اختيار المكان كان في كثير الناس كانت تسال يعني انه انتم مثلا روحوا على المكان الفقره الى اخره. صحيح، ميت ما بيشيل الميت. نحن جينا على حديقه السبكي صدقا، يعني انا لا اخفي يعني عارف شلون، نحن في عندنا موازنه وميزانيه اخر كل سنه، جانا تبرعات مثل ما بيقولوا بالهبل، يعني لسه في اهل خير سميناها اهل خير. انا السنه الماضيه عملتها بباب توما برابط العباسيين، فرقت كثير معي. يعني هي المناطق فعلا في عالم، فعلا انت عم تجي لعند الغني عم تعززي مسؤوليه، صار في عندنا شغله كثير حلوه. يمكن المكان اللي تنفيذ النشاط هو موجود باماكن سهله عليك بالتنقلات، ولكن يعني مثل ما عم نحكي عن سكبه رمضان او اي شيء، فهي عم تروح لمستحقين بالاماكن البعيده اللي بيحتاجوها فعلا. يعني بتلاقيه انه مثلا يجينا موتور او بسكليت او تجينا سياره، يقول انا مثلا طريقي، انا مثلا بشتغل بالشام، انا بدي اطلع على عربين، انا جيراني يعني حوالي حدا بحاجة. صارت فعلا العالم بطريقه تساعد وطريقه توصل فعلا. انت شوفي طريقه اختيارك للمكان، بس يعني شايفين الامور جيده يعني الحمد لله. هسه في اهل خير بالبلد الحمد لله. ان شاء الله اكيد ما خليت يعني، وقد ما كان في عندنا اليوم نظره تشاؤميه للواقع طبعاً. او للظروف طبعاً. اللي عم نعيشها، ولكن هذا الامل هو اللي عم يخلينا نحن نعيش. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا، وشكرا لحضرتك ولكل اعضاء الفريق فردا فردا. تحيه لكم كثير كبيره، لان نحن معكم وجنبكم اعلاميا وضوئيا وكل شيء في نحن الاعلام اليوم قادر يقدمه، اكيد حيقدمه. شكرا لحضرتك. شكرا. بنتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم القادمه، وان شاء الله هيك قريبا نرجع نستضيفكم بنشاطات مهمه. شكرا، اهلا وسهلا.